بيضة كندهنو بها الجوانب ديال البيتزا. الفران درجة حرارة 180 درجة كنخليهم حتى كيطيبوا. هيدا كنكون وجدت معكم بيتزات قطنيين هائلين فعلا وبمذاق رائع. كنتمنى ينالوا الاستحسان ديالكم وتجربوهم، وما تنسوش تشاركوا معايا في القناة بالضغط على زر صابوني أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله، وشكرا جزيلا.